اهلا بكم ابنائي وبناتي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. ان شاء الله هناخد مع بعض الدرس 113، بيتكلم عن ترتيب الكسور على خط الاعداد. لاحظ ان تمثيل الكسر الربع، ازاي امثل الكسر الربع على خط الاعداد؟ اول خطوه عندي انا طبعا برسم خط الاعداد عندي وبقسمه من صفر لغايه واحد. طب هقسمه لكام جزء متساوي؟ بقسمه حسب العدد اللي عندي في المقام. يعني انا عندي المقام هنا 4، يبقى انا من صفر لغايه واحد هقسمه لاربع اجزاء متساويه، والربع يكون اهو. يبقى اول حاجه ببدا طبعا من الشمال الصفر، بعد كده بقسمه لاربع اجزاء متساويه علشان احدد عليه الربع. واول حاجه هتكون هنا عندي ايه؟ الربع. تمثيل الكسر 6 على 6، والمفروض احنا عارفين 6 على 6 بتساوي ايه؟ 1 صحيح. اي عددين في البسط والمقام زي بعض يديني 1 صحيح. هرسم هنا خط الاعداد واقسمه لست اجزاء متساوية، واكتب كده. عندك هنا تلاقي هنا السدس، هنا سدسين، 2 على 6، 3 اسداس، 4 اسداس، 5 اسداس. هتلاقي هنا 6 على 6 اللي هي بتساوي 1 صحيح. رتب الكسور الآتية على خط الأعداد. جايب لي الكسور دي وعايزني أرتبهم على خط الأعداد. 3 على 3، طبعا احنا قلنا قبل كده 3 على 3 دي يعني الواحد الصحيح، ونص، واربع أتمان، وتلات أتمان. طيب أكبر مقام عندي هنا كام؟ 8. يبقى أنا هقسم هنا خط الأعداد عندي لتمن أجزاء متساوية، يبقى هقسمه لتمن أجزاء متساوية. أدي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وابدأ بقى احدد عليه الكسور. 3 على 3 اللي هي الواحد الصحيح هكتبها هنا، يبقى ده مكانها. والنص، النص اللي هو في نص المسافة هنا، نص المسافة هنا، هو دول 8. نص الـ8 كام؟ 4. يبقى بعد 4 مسافات هتلاقي النص. ادي 1، 2، 3، 4، يبقى هنا نص المسافة اهو، نص. نص الخط بالظبط هو ده النص. طب 4 أتمان، هنا عندي ده يبقى التمن، تمنين، التلات أتمان اهو، 4 أتمان اهو، يبقى 4 أتمان عندي اهو بيساوي النص. 4 أتمان وهو النص. وتلات أتمان، هنا هنقول تمن، التمنين، 3 أتمان. يبقى أنا رتبتهم هنا، الكسور دي رتبتها على خط الأعداد. طب ترتبها إزاي؟ لو رتبتها تصاعدي من الصغير يبقى أصغر حاجة 3 أتمان، بعد كده النص والأربع أتمان بيساووا بعض، بعد كده أكبر حاجة 3 على 3 هو الواحد الصحيح. تعالوا نشوف مع بعض المسألة اللي بعدها. ب، هرتب برضو على خط الأعداد تلت وتمنين وستة أتمان واتناشر على الاتناشر. أول حاجة عندي بقى، خلي بالك هنا أنا هرسم خط الأعداد، والأول عشان أحدد عليه التلت يبقى هقسم خط الأعداد لتلات أجزاء متساوية عشان أقدر أحدد التلت مكانه فين. ده خط الأعداد ما بين الصفر الواحد، هقسمه لتلات أجزاء متساوية. أدي 1، 2، 3، عشان أقدر أحدد مين؟ أحدد التلت، ده مكان التلت. طب انا عايزه اعين او احدد مكان التمنين، يبقى احنا لازم نقسم نفس خط الاعداد ده لتمن اجزاء متساويه عشان اقدر احدد فين مكان التمنين. هنقسمه لتمن اجزاء متساويه. ادي 1، 2، 3، ماليش دعوه بمكان التلت، 4، 5، 6، 7، 8. طيب احدد بقى مكان التمنين هو فين، مكانه اهو. بعد كده احدد مكان الستة أتمان او 6 على 8، مكانها فين؟ هي التمنين اهو. ادي تمن، تمنين، 3 أتمان، 4 أتمان، 5 أتمان، 6 أتمان، يبقى مكانها هيبقى هنا. طب بالنسبة للاتناشر على الاتناشر، ممكن الاتناشر على الاتناشر طبعا احطها عند الواحد، لان اي عددين في البسط والمقام زي بعض يديني واحد صحيح، او ممكن برضو اقسم نفس خط الاعداد الى 12 جزء، 12 جزء، وهيكون مكان ال 12 على 12 فين؟ عند الواحد الصحيح اهو. يبقى انا كده رتبتهم على خط الاعداد. يبقى انا عملت ايه؟ قسمت خط الاعداد الاول لثلاث اجزاء متساويه عشان اقدر اعين او اعرف مكان التلت فين.
بعد كده قسمته لثمان اجزاء متساويه عشان اقدر احدد مكان التمنين. بعد كده في نفس الاجزاء المتساويه الثمانيه عينت السته تعتمين. طب ال 12 على 12 قسمت خط الاعداد ل 12 جزء متساوي، او ممكن احطه عند الواحد لان 12 على 12 بيساوي واحد صحيح. طب كده ترتيبهم ايه على خط الاعداد؟ اصغر حاجه فيهم التمنين اللي هي 2 على 8، بعد كده الاكبر منها على طول الثلث، بعد كده الاكبر 6 تؤتمان، بعد كده اكبر حاجه 12 على 12. خلي بالك دايما الخط الاعداد طبعا احنا عارفين بيبدا من الصفر، يعني انا لو برتب تنازلي او بقول القيم الاصغر بتبدا من ناحيتي. ضع الكسور الاتيه في اماكنها الصحيحه على خط الاعداد. اول حاجه هنعين 3 على 3 اللي طبعا بتساوي 1 صحيح، والثلث هو مديني خط اعداد اهو مقسمهولي 0 نص 1، مقسمهولي لجزئين متساويين. انا هنا في خط الاعداد ده مش هعرف اعين او احدد الثلث، ممكن احدد 3 على 3 لان 3 على 3 بتساوي 1 صحيح عادي، لكن الثلث واحنا اتفقنا ان انا عشان اعين او احدد موقع الثلث على خط الاعداد لازم اقسم من الصفر لواحد ثلاث اجزاء متساويه حسب العدد اللي عندي في المقام. فانا كده هقسم خط الاعداد اللي عندي ده لثلاث اجزاء متساويه عشان اقدر احدد الثلث مكانه فين. يبقى قسمت خط الاعداد لثلاث اجزاء متساويه، يبقى الثلث مكانه فين؟ الثلث مكانه هنا. طيب الثلاثه على الثلاثه طبعا الثلاثه على الثلاثه بتساوي واحد صحيح، يبقى مكانها هنا. يبقى انا كده حددت مكان 3 على 3 والثلث. وكده يكون درسنا خلص، يا رب تكونوا استفدتم، شكرا جدا.